تابعنا معاكم اهم كلام الجرايد دلوقتي، ميعادنا نشوف معاكم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يغادر للجزائر صباح الاحد المقبل. الاهلي ينهي ميرانو الصباحي بفقره للتسديد على المرمى. صدى البلد التصويت على المرمى، التصويب على المرمى سلاح كارتيرون في الاهلي. الوتر سبورت دارس خصوصي من كارتيرون للاعب الاهلي في التمرين الصباحي. بوابة اخبار اليوم: شريف اكرامي ينتظم في ميران الاهلي. بوابة الشروق: تدريبات تاهيليه لسعد سمير في تمرين الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: معلول يؤدي جلسه في الجيم. اجايي ينتظم في برنامجه التاهيلي في الاهلي. فيتو كارتيرون يمنح لاعب الاهلي راحه سلبيه الاربعاء. بوابة الأهرام: طاقم أردني لإدارة مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية. الموقع الرسمي لنادي رجال اليد: الأهلي تصل للمغرب. الموقع الرسمي للأهلي: جوهر نبيل: هدفنا الفوز في بطولة أفريقيا لليد. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يحصد 70 ميدالية في بطولة بلغاريا الدولية للسباحة. وسباحة الأهلي تبدأ اليوم معسكر إعداد في بلغاريا.